طبعا كان لازم اتكلم عن السجاير والشيشه باعتبار ان اتكلمت عن الخمره كميه وبعدين الحشيش والافيون والماكسفورد والهيروين. طبعا السجاير والشيشه يعني طبعا واخده برضو حكم التحريم، لكن مش في قوه او مش يعني مش في نفس السيئات والمعاصي بتاعت الخمره والميسر، لكن سيئات ومعاصي برضو. ليه؟ لان حتى يعني واحد يقول لك ايوه انت دلوقتي بتقول ان الخمره بتغطي والدايره وعلى عقلك، السجاير ما بتغطيش على عقلي عشان اتعودت عليها. لكن انا كواحد من الناس لو انا قعدت حتى جنب واحد بيشرب سجاير ولا بيشرب شيشه انا ممكن ادوخ. ليه؟ لان انا ما الدخان ما هيخش انا مش متعود على كده، لكن انت اتعودت. وبعدين انا عايز اقول اللي بيشرب سجاير وبيشرب شيشه، بالله عليك انت بتعمل ايه؟ بالله عليك بحلفك بالله انت بتعمل ايه؟ رايح تجيب سيجاره وجايب الكبريت، يا راجل ده انت بتولع وشايف النار قدامك اهي اهي، ما خفتش من الله؟ ما خفتش من النار دي في الاخره؟ انا ما يغزنيش الا اللي بيشرب لي سجاير ويعمل لي ازاي؟ ادعي لي ادعي لي. ادعي لك؟ ادعي لك ازاي يعني؟ طب طلعها وقطعها وانا ادعي لك يا رب يتوب عليه. انما انت مصر على المعصيه، ده انت بتستهزئ بالله، انت مقيم على المعصيه اهو. ادعي لي ادعي لي وانت عامل ايه بقى؟ ده انا نفسي تشوف واحد بيشرب شيشه بس لو شوف نفسه على ايه؟ على مرايه قدامه وعامل بقه منظر يفطس من الضحك، وبعدين بروح اقول لك بقه جكمان اتنين طلعين من مناخيره. ايه اللي انت بتعمله ده؟ عشان كده ما تلاقيش واحد بيشرب شيشه ولا واحد بيحشش لوحده. لا ليه؟ تعرف لو عمل لوحده كده يفوق، يقول لنفسه ايه الهبل ده؟ ايه العبط اللي انا بعمله ده؟ دخان ايه اللي بدخله على سيدي؟ هو ربنا جعل لي الرئتين عشان ادخل عليهم اكسجين واطلع ثاني اكسيد الكربون وبخار ميه، ولا اطلع دخان؟ ولذلك نفسي اخواننا الدكاتره، انا جالي ايميل مره بالموضوع ده، رئه بتاعت واحد ما بيشربش سجاير ورئه تانية بتاعت واحد مدخن. يا ربي دي بيضه زي الفل كده بفتح ودي سودة. كان دكتور حتى والله يقول لي والله يا اخ وجدي تحط صبعك في الرئه بتاعته كده اللي بيشرب سجاير ده بعد ما مات بيشرحوه، يقول لي والله تطلع بلك على ايدك كده على صبعك. ليه كده؟ ليه؟ يقول لك ما اقدرش. ما تقدرش ايه؟ انت راجل. عيب تقول ما اقدرش؟ عيب تقول ما اقدرش؟ انت راجل. الراجل امال بنيجي في رمضان بنعمل ايه؟ طب ما احنا في رمضان بنبعد عن زوجاتنا وعن الاكل والشرب وعن الزفته دي كمان. ها؟ يبقى تقول لي مش قادر؟ ازاي مش قادر؟ اتقي الله، حرام عليك. بعدين في الغلاء اللي احنا فيه ده اهو وكمان نشرب سجاير؟ يا ربي يعني الله لما يديني فلوس يعني بالله عليك هات جنيه كده وولع فيه كده. والله لو واحد شاف المنظر ده حرام عليك يا راجل، تجل... يا راجل انت مفتري تولع في نعمه ربنا. طب الدخان بتاع الجنيه طلع في الهواء. تخيل واحد مولع في الجنيه ده وبياخد الدخان اللي طالع من الجنيه على صدره، يعني بيولع في نعمة ربنا وبيأذي صدره. ده منطق ايه ده يا ربي؟ وليه يعني ليه؟ الله يرحمه كان اخ معانا في امريكا، الله يرحمه رحمه واسع يا رب، والله كان مدير المركز هناك. وسبحان الله كان يقول لي والله يا شيخ، طبعا في اخر ايامه خرطومين طالعين من مناخيره وانبوبه الاكسجين وماشي بيها ومات كده الله يرحمه رحمه واسعه. فلما كنت بقول له خير يعني، يعني بسم الله ما شاء الله ده انت حتى صحتك بسم الله ما شاء الله، كان زمان يا شيخ وجدي انا كنت اركب الفرس والله العظيم اجيب الكره من على الارض، من وانا على الفرس اجيبها من على الارض كده الكره الصغيره. شوف الفروسيه كانت قد ايه. ومنه لله اللي كان السبب بقى، كنت بشتغل يعني فتح مكتب محاسبة ودخل ازاي من البرستيج انك انت تشرب سجاير، حتى بلاش تشربها حطها كده يعني فاضية في بقك ما تولعهاش يعني ومش عارف ايه. هوب مرة مع مرة قال لي ولعتها، هوب 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 هوب, هوب صدره باظ. قال لي بطلتها من 10 سنين بس صدري باظ، صدري خلاص انتهى. ف يعني بنصح جميع اخواني واخواتي، للأسف طلعنا موضة جديدة دلوقتي، وللأسف للأسف اللي لابس حجاب، يا اللي لابسه حجاب اتقي الله في حجابك، خلي عندك دين، ما تهينيش الاسلام. لما الناس بتشوفي كنت قاعده على القهوه حاطه بقك كده وانت محجبه، لا دي محجبات يا اخو، بص بص اهي واحده محجبه، بص بص. طب واللي علمها تلبس حجاب دي ما علمهاش ان الشيشه حرام؟ ما علمهاش انها تقعد في الشارع كده وتبقى تحت سماء الله وتقول يا رب انا بجهر بالمعصيه اهو؟
هشيش هيبقى اشربها قدامك اهو، ما قادر ربنا سبحانه وتعالى يحبس نفسك ولا يحبس نفسك تموت وانت ايه؟ ها يبعث المرء على ما مات عليه. واحد بقى مبعوث يوم القيامه يقول كله هشيش بقه قدام ربنا، وهتحاسب هشيش بقه قدام ربنا. ده كلام يا راجل، يا راجل كبر مخك، كبر مخك. وبعدين عيالك لما يعرفوا انك انت بتشرب شيشه بتشرب سجاير بالله عليك هيبقى ايه؟ ها يجي ابنك بقى يشرب سجاير او على اقصى فاقد الشيء لا يعطيه. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون؟ سوره البقره. افلا تعقلون يا ايها الذين امنوا لما تقولون ببقكم كده ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. الله يكره، يبغض الله تبارك وتعالى اللي بيقوله ما بيعملش. فاوعى اوعى توبة صادقة الى الله سبحانه وتعالى، توبة نصوح الى الله تبارك وتعالى، خليك راجل طلعها فركها والله ما اجيبها تاني ولا حطها في بقي. بقي اللي بيقول قرآن اهببه بالريحة المنيلة. انا بصراحة والله العظيم الله يكون في عون، الله يكون في عون كل زوجة جوزها بيتنيل كده يدخن، هيقرب منها ازاي ببقه ده؟ يا ربي، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللي ياكل توم ولا بصل او كراث فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا. شوف ما يصليش، ما يجيش يصلي، ما يخشش الجامع، يصلي في البيت. ليه؟ عشان ريحه بقي بصل او توم او كراث. مهما قعدت عملت بالمسواك ومهما عملت بالفرشه، لان دي جايه من الجوف من البطن، فتخيل دي اللي طالعه من الصدر دي، ده هيقرب من مراته ازاي؟ عشان مثلا يقبلها قبله عاديه ولا بيتكلم معاها؟ والله العظيم ده لما يكون واحد بيكون بتاع سجاير وبيكلمك بتبقى عامل عمال تطلع هو من مخيره، مش عايز تشم اللي هو طالع من بقه، وبق الله لا يريك من ريحته، وانظر سنانه يقرف مسفر. وليه يا ربي سبحان الله؟ اقول ايه؟ اقول صدق الله القائل في سوره النساء، والله ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منه. يعني إيه؟ يعني لو أن الله كتب على الناس فعل المعاصي ما فعلوها. يعني لو أن الله قال يا أيها الذين من اشربوا سجاير وزنوا واقتلوا النفس كانت الناس تقول إيه ده؟ إيه ده؟ ما أقول يا راجل إيه ده؟ إيه ده؟ في حد يقول سبحان الله. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، لو أن الله كتب على الناس فعل المعاصي والله ما فعلوه. ها؟ ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، سورة النساء، ما فعلوه إلا قليل منه. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. بس يلا يلا مع الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.